السلام عليكم. شجرة الليمون من الأشجار اللي لازم تكون في حديقتك، لازم تكون في حديقتك شجرة الليمون. شجرة الليمون يعني شجرة مهمة جدا، لو أنت زارعها على الطريق في الغيط على الطريق بالشكل ده، يبقى لازم تزرع شجرة ليمون على الطريق. هياكل منها اللي رايح واللي جاي، هياكل منها إنسان أو حيوان أو أي حد ينتفع منها، وبصراحة تستفيد جدا جدا. شجرة الليمون شجرة لها أشواك ولها يعني مش سهل إن حد يعتدي عليها. شجرة الليمون حاجة جميلة جدا. أحمد اتفضل. شجرة الليمون يعني شجرة مثمرة بغزارة. الشجرة دي أول مرة تثمر، وزي ما أنت شايف الإنتاج بتاعها غزير جدا، ويعني إحنا زرعينها. هوري لحضرتك، ده الليمون هو لسه اخضر شويه، لكن احنا هنحاول يعني انا بقطعه علشان هدف معين. لكن شجره الليمون شجره من الاشجار المثمره جدا، والاشجار اللي بتنتج بغزاره زي ما انت شايف، منها كبير وصغير ويعني ولسه طالع وزهر، يعني شجرة الليمون شجرة جميلة جدا، وشجرة مثمرة بتثمر كتير جدا، وبتثمر بغزارة زي ما انت شايف. الليمون فيها حاجة جميلة قوي، حاجة بصراحة جميلة. فشجرة الليمون من الأشجار اللي لازم تبقى معاك في حديقتك، لازم تبقى معاك في بيتك، لازم تبقى معاك في غيطك. شجرة اهي، بص الانتاج يعني كتير جدا، وانتاج غزير، والشجرة نافعة جدا. ومفيش، اعتقد ان مفيش بيت في اي مكان في الارض كلها ما بيستخدمش الليمون. ده الليمون يعني من الحمضيات الجميلة جدا، والحمضيات اللي هي طارد للسموم. هو اصلا سمي الليمون كلمة فارسية تعني ضد السموم، فهو يعني علشان هو بيطرد السموم او هو مضاد للسموم. فلازم شجرة الليمون تبقى معاك في بيتك وفي غيطك وفي حديقتك وفي كل مكان.